اقترحت شركة العدل جروب البوستر الأول لمسلسل سجن النساء بطولة نيلي كريم وروبي، وإن المقرر عرضه في رمضان المقبل. وظهر البوستر الأول بطريقة الجرافيك لمشهد إحدى طرقات وأبواب السجن بدون تواجد أبطال العمل. وتواصل أسرة المسلسل التصوير حاليا في الديكور الرئيسي للسجن بطريق المنصورية، وهو ديكور طبق القصر لسجن النساء بالأناطر الخارجية والذي يدور به معظم أحداث العمل. مسلسل سجن النساء دراما واقعية من 30 حلقة بتدور أحداثه في قالب إنساني تشويقي حول قصة ثلاث سجينات تعرضن للظلم ويتعرفن على بعضهن البعض داخل أسوار السجن. المسلسل بطولة نيلي كريم، روبي، درة، سلوى خطاب، وقصة المسلسل مستوحاة من مسرحية سجن النساء للكاتبة فتحية العسال والسيناريو والحوار لمريم نعوم وهالة الزغدي والإخراج لكاملة أبو زكري. سارة ازيك؟ ازيك يا شام، أنا مبسوطة إني شفتك. الحقيقة كنت عايزة أعتذر لك على اللخبطة اللي حصلت. المهم إنك بقيتي كويسة الحمد لله. الحقيقة داليا مسافرة وأنا قفلت كل المواضيع اللي كانت مفتوحة. هاي أنت عامل إيه؟ لحنت أغنية ووزعتها. هتنزل قريب وتكسر الدنيا إن شاء الله. بجد ألف مبروك. يلا يا عم هتبقى مشهور. أنا كنت عايزة أقول لك. وأنا كمان كنت عايزة أقول لك، بس بجد مش مهم، هبعت لك الألبوم أول ما ينزل. صحيح نسيت أرجع لك السي دي بتاعك. خلي معاكي.